اهلا وسهلا. اليوم 28 شعبان، يعني ربنا رايد نصوم رمضان مع بعض. انت ايه ده؟ انت ما لبستش جلابيه ليه؟ ما دي جلابيه يا باشا. ده قميص مش جلابيه. السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا يا حامد، تعال سلم على عمك ناجي بيك عطله واخواتك من مصر. اهلا بالعم ناجي. حامد ابني نقيب في حماس. ونعم الناس. انتوا اللي نضلتوا وصمدتوا ووقفتوا قدام الجيش الاسرائيلي وعلمتوهم الادب. السلام عليكم يا جماعه. وعليكم السلام. نجيب ابني الوسطاني امين سر الشبيبه في غزه من فتح. ونعم الناس. انتوا تاريخ النضال الفلسطيني. انتوا اللي اطلقتوا اول رصاصه ورميتوا اول حجر. مساء الخير يا جماعة. مساء الخير. قول ياسر ابن الزغير آخر العنقود. وده مع دول ولا مع دول؟ لا، هذا مع المورستان، هذا بحاله. سنة كام يا ياسر؟ رابعة كمبيوتر. ونعم الناس. أنا عاد لي دماغ لحالي، غير أخويا حامد وأخويا نجيب. أنا شخصياً شايف إنه ما فيش فايدة، عشان هيك كل اسبوع زمن وبخلص الجامعه واهج بعيد عن هان. انا بقى بحب الدماغ دي قوي، اصل انا زيك كده غاوي هجاجان. وناوي تروح فين؟ امريكا؟ اعوذ بالله. ايه في ايه؟ لا يا عم، انا مرتب حالي على السويد، هم الخواجات صح في اوروبا. ده انت تلاقيك مربط مع مزة هناك يا عم. هي هيك صار لنا 4 سنين متقابل عالشات. قمر بتقول للقمر قوم لقعد مطرحك. ايش يا باشمهندس، ليش قاعد بعيد هيك؟ احنا ما بنحكيش في السياسه يا زلمه. لا اصلا انا امي وحشتني قوي بس هيك. طب ما تحاكيها. هو ممكن خد بس دير بالك احسن بيقطع على طول. انتوا ما عندكوش ديسكو في غزه؟ طيب ايه يا بابا، وانت وحشني اكتر يا حبيبي، طمني على صحتك. يا سيدي انا كويس الحمد لله، المهم انت خلي بالك من نفسك. لا 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 بقول لك ايه، مش وقت الكلام ده، انا اصلا مش هينفع اطول في المكالمه، بس انا هحاول اكلمك قريب ان شاء الله. خلي بالك من نفسك يا ابو كباتن. ايوه كده، لا اله الا الله. والله يا اخ حامد اللي انتوا بتعملوه ده ربنا هيكافئكم عنه ويجازيكم خير ان شاء الله، عشان كده الشعب اختاركم. ومهما كانوا الصهاينه عندهم سلاح، ومهما كانت امريكا بتساعدهم دوله الفجور والضلال والفسق، قادر ربنا ينصركم على القوم الكافرين. يقول تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. صدق الله العظيم. الله يفتح عليك يا شيخ حسن. إنما أنت ما قلتليش إيش جايين تسووا هان؟ ده سؤال لا أستطيع الإجابة عنه يا أخ حامد، أعذرني، لكن تأكد إننا بصدد مهمة كبيرة جدا. ادعي لنا يا أخ حامد، ربنا ينصرنا. ادعي لنا. شباب لو بدكم أي شيء ها، أي شيء قولوا لي، ما تخجلوا، أنتوا إخواتي ها. ربنا يحفظك يا ابن الأصول. يعني لو سمحت يا نجيب، ممكن أطلب منك طلب؟ أنت تؤمر تهامي. كنت عايز تليفونك أطمن على خطيبتي في مصر. بس هيك؟ تكرم عيونك. سيك اطلبها. شكرا. لما حماس مسكت السلطة بعد الانتخابات، طلبوا من فتح انهم يسلموا سلاحهم. ما هو ده المفروض برضه يا ابو طارق، اصل هما دلوقتي السلطه التشريعيه، عشان المسائل ما تبقاش فوضى. منيح. ابني نجيب ما رضيش يسلم سلاحه. قام ابني حامد وقف له.
الولاد كانوا حيقعوا ببعض يا ناجي بيك. الا ودي شغلانة ايدي، وانت كان رايك ايه؟ مفيش حدا بيسلم سلاحه، البلد معرض للضرب كل يوم يا ناجي بيك. احنا قبل ما نفتش بعض لازم نشوف في الصهاينة ايش بيسووا. احنا واقفين البعض وسايبين عدونا يمرح بكيفه. وانت شايف اخرتها ايه يا ابو طارق؟ هينا عايشين لبين ما نشوف اخرتها، ولا عمرينها ما تبين. يا ناجي بيك، نحن سوينا اللي قدرنا عليه، والدور دلوقت للشباب. الحقيقه شكلهم ما يطمنش ابدا يا ابو طارق. ايش اخر اخبار النكت في مصر؟ لا احنا عايزين بقى نسمع نكت غزاويه، اصل عندنا ازمه نكت كبيره في مصر. قول لنا انت واحده يا ياسر. طب اسمعوا، في اتنين محششين من غزه، واحد بيقول للتاني ايش رايك احنا الاثنين نصير فنانين؟ قال له كيف؟ قال له بسيطه. قال له انت بتصير فنان تشكيلي وانا بصير فنان اشكيلك. هلا يعني كشكيشي اخرس. طيب اسمع دي، غزاوي راح يحج، عم شاف الناس بيرجموا ابليس بالحجاره، جاب عجل سياره وولع فيه. وزارات الاعتراضات والحاجات دي، اخرب عقلك يا ياسر، ده انت مصيبه. ياسر دماغه مقلوبه، هو هيك طول النهار والليل بيتمسخر وبينكت. طب اسمع هادي، قررت الغزازوة والنبالسة والخلايلة يبني جسر بين هالمدن الثلاثة. الغزازوة قالوا الحديد علينا، والنبالسة قالوا الحجارة علينا، والخلايلة قالوا الاسمنت علينا. بعد أسبوع وقع هالجسر فوق دماغ الناس. قالوا الخلايلة يا خسارة راحوا الاسمنتات، والنبالسة قالوا يا خسارة راحت الحجارة. الغزازوة قالوا منيح ما حطينا حديد كان راح علينا. أنا تهت. وأنا كمان. طب اضحك. عشان الحديد. لا اسمع هذه يا ناجي بيك، أعلنوا منع التجول في غزة، قام طلعوا أهل غزة عشان يشوفوا إيش القصة. تحكوش ليه؟ انا هموت من الضحك. قول لي يا ابو طارق، هو انتوا قرايب الصعايده؟ اي نعم، احنا اولاد عم الصعايده، يعني لو ما كانش فينا عرق صعيدي كنا صمدنا كل هالصمود يا ناجي بيك. ايه ده مش نقطه. والله ليك حق ابو طارق. طبعا اذنك بقى يا ناجي باشا. على فين يا ابراهيم؟ هنزل مع ياسر شوية يفرجني على البلد، أصل عمري ما شفت غزة. يا سلام. والله. اقعد ياض ما تقلبليش دماغي. خليهم يطلعوا يطشوا، الشباب بدهم يتفسحوا شوي، غزة كلها شارعين، يلفوا لفتين وبيرجعوا على طول. طب يلا بس ما تأخروش. على طول عمي. مستوى الجمال عالي قوي عندكم، وراح تاخد من السويد يا راجل. البنت هون مو مثل تبع تامر حسني ولا عمر دياب، فتى احلام البنت هون له مواصفات تانية. مواصفات تانية ازاي يعني؟
هون البنت اول ما بتولد هي مرتبطه بالبطل اللي تابع للمقاومه يلي بيستشهد عشان خاطر بلده. يعني افجر نفسي قدامها عشان تحبني ولا ايه؟ لا لازم تحبها بوطنيه، اصل اللي بيحب عنا بيقولوا عنه دافئ. دافئ؟ انا الكلمه دي بسمعها كتير قوي اليومين دول. سطر حب سطر مقاومه، كلمه حب كلمه وطنيه، هتلاقي الامور مشيت معك مثل العسل. يا حبيبي يا قصور، يلعن ابو ام الحروب يا اخي. انا مش عارف الناس الهبله دي بتحارب ليه، غل ونفسنا وسواد بعيد عني. عارف يا ياسر، انا نفسي كل البنات اللي في الدنيا يمشوا مع كل الولاد اللي في الدنيا، والحياه كده تبقى مليانه حب وضحك ودلع وحاجه اخر مليطه. فهمني يا ياسر. ايه فاهمك. فين بقى اصحابك البنات؟ إبراهيم العزقلاني شاب مصري ضايع، ولقيت نفسي من ربع ساعة. إيش يا صاحبي؟ هذا الحكي ما بينفعش فيهم، ما بينفعش غير عندكم بمصر. ليه؟ هي الساعة هنا غير عندكم؟ بتعرف يا الشاب اللي قاعد قدامك اللي مالك عاطي أي أهمية، إيش رح يعمل بإسرائيل؟ لو بتعرف كنت أخذتني بالأحضان. تاخدك أنت ليه؟ أنا اللي حعمل. هو إيش حتعمل في إسرائيل؟ ده أنا هبهدلهم، بس قولي إن شاء الله. الأخ إبراهيم بطل من أبطال المقاومة. الله يخليك يا أخ ياسر، الله يخليك يا حبيبي. ايه المكان اللي انت جايبني فيه ده؟ حلو. حلو ايه ونيله ايه؟ انت جايبني عند كبابجي؟ انتوا ما عندكوش هنا مكنه، مكان متطرف، مقطم، اي حاجه من الحاجات الهبله دي؟ ايش مكنه ومتطرف دي؟ دي بلاد بتحارب. طب واللي بيحارب ده برضه مش لازم يقعد قعده هاديه قبل ما ينزل يحارب عشان يبقى عليا وعلى اعدائي؟ ما تيجي نتمشى بالعربيه شويه. يلا. يلا بينا. لا لا بقول لك ايه؟ هات لنا السوق عشان انا بعمل امريكاني وهيعجبهم قوي. حقك عليا، أنا آسف. هويتك والرخصة. تعرف يا أخويا ناجي، اللي بيموت في ده الوطن بنبكي عليه وبنحط صورته على راسنا، وبيضل عايش في الذاكرة زي آخر صورة شفناه فيها. بس أنا ابني طارق ما بكيتش عليه ولا رح أبكي عليه. أصعب إشي يا أخويا ناجي إنه ابنك يكبر بعيد عنك ويتغير شكله وما تعرفش عن شكله شيء. ما حاولتش تزوره وتشوفه طول السنين اللي فاتت دي كلها؟ الزيارات ممنوعة من سنة الـ94 وما فيش ناس تحكي لهم. طب ما كلمتش حد من الحكومة أو من السلطة يخلوك تشوفه؟ ما هم دول برضو مش بيقدروا يدخلوا هناك عندهم؟ ما هم هدول اللي بدهم واسطة عشان يعرفوا يدخلوا يا أخويا ناجي. حكومة؟ حكومة إيش؟ عارف إحنا مصيبتنا إيه يا أبو طارق؟ مصيبتنا إن إحنا بقينا رخاص، وإحنا اللي رخصنا نفسينا. عارف ده لو أسير إسرائيلي كانت إسرائيل قومت الدنيا كلها عشان. يا جماعة لا تقلبوها غم، طارق جاي. قلبي بيقول لي إنه طارق جاي، وقلبي عمره ما كذب علي. طارق إجاني في المنام، إجاني في المنام يا أستاذ ناجي. الإسرائيليين اللي اعتقلوه
ما قدروا يمنعوا إنه يجي علي. قال لي يا عمتي أنا وياك السنة الجاي بدنا نكون على عرفات، بدنا نحج. طارق جاي، طارق جاي. أيوة يا ياسر، وينكم يا ولدي؟ إيش؟ مركز الشرطة؟ وليش حبسوا إبراهيم؟ إبراهيم في الشرطة؟ ليه؟ ماشي، أنا هحكي مع أخوك حامد يجيكم. إيه؟ هسا يجيكم. ما تقلقش يا ناجي بيك، حيروح حامد ويجيبه. الله يخرب بيتك إبراهيم. احنا جايين غزة عشان نعاكس بنات يا إبراهيم؟ بقى انا جامعكم من اخر الدنيا وبقالي 3 اشهر بدرب فيكم واعلم فيكم، وانت جاي تفضحنا هنا؟ يا باشا عاكس مين ما تظلمنيش، هو انا عارف عاكس في البلد دي؟ طب اقول لك على حاجه، احنا كل البنات اللي كانوا قاعدين معانا من المقاومه. من المقاومه؟ اه، اللي معاه آلي واللي معاه بندقيه واللي لابسه حزام ناسف. وانت كنت قاعد معاهم بتعمل ايه؟ بنتكلم في المقاومه. انت بتتكلم في المقاومه؟ اه، انت فاكر احنا فين يا باشا؟ هي البلد دي فيها اي وسيله ترفيه؟ ده انا حتى ما تخيلتش ببتاع عصير زي فرغالي نقف نشرب فخفخينا ولا حاجه. ده آخر إنذار ليك يا إبراهيم، فاهم؟ حاضر يا باشا. اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضلوا يا شباب. بس ايه ده يا ابو طارق؟ ده انت عامل وليمه، مين هياكل كل الاكل ده؟ هذه شغله بسيطه يا ناجي بيك. اتفضلوا اتفضلوا، صحه وهنا. اسمعوا هذه النكته. اثنين غزازوه، واحد بيقول للثاني ايش اسمك؟ قال له عيد. قال له ايش اسمك؟ قال له عيد. قال له اسمك ايش؟ قال له عيد. ناولني البامية تهمي من عندك والنبي. طب وهذه واحدة تانية؟ اديني طبق البلح ده بسرعة. هات. ايه؟ بتعملوا ايه؟ خف يا تهام. ارحم يا عبد الجليل، ارحم. خد. خد يا ريح. الله الله عليك يا ناجي بيك. هتفضحونا.
ليش ما عم تاكل يا حسام؟ لا ابدا ما فيش، بس اصلي افتكرت ابويا. كل حسام، كل حبيب. حاضر يا باشا. مالك يا حسام يا ابني؟ أوقات كتير أوي بننسى وبنحاول نعمل نفسنا إن إحنا نسينا، لكن ممكن تيجي علينا لحظة بيخرج فيها كل اللي إحنا بنحاول ننساه وبنشوفه قدام عينينا. الناس اللي بتحكي عنهم يا حسام هدول هم اللي بيحبهم ربنا، والحمد لله انك من الناس اللي ربنا بيحبهم، اللي ربنا بيحبه بيكرم وبيستجيب دعاه. انت بس ادعي ادعي وربنا حيستجيب دعاك. قول يا حسام. نفسي ارجع اشم ريحته لما كان بيشمني على كتفه وانا عيل صغير، كان لما بيصحى من النوم يملى البيت كله بحسه، وكان قبل ما يجي يصحيني يلاقيني واقف قدامه بقلده في كل حركه بيعملها، كان لما بيضحك ضحكته بتهزني وتفرحني وتحسسني ان انا ليا ظهر وسند. كنت دايما ببص له باعجاب، شايفه اقوى واحسن راجل في الدنيا. كنت بتمنظر قدام اصحابي بعد كل بطوله ياخدها في العاب القوى، كان وهو بيتمرن يا حاجه بيحطني على كتفه بيعمل كل تدريباته وهو شايلني، كان يبص لي وانا على كتفه ويقول لي انت بقيت اطول مني يا دي حسام، وانا على كتفه كنت بحس ان انا ممكن احط ايدي في السماء في عين الشمس، وطول ما انا على كتفه كان يقول لي انت عينيا وايدي وسيبني انا ابقى رجليك. آخر بطولة راحة غاب فيها أوي، ولما رجع دخل عليا وهو قاعد على كرسي، جات له إصابة في العمود الفقري واتشل. أنا آسف يا محك. لا أبدا يا حبيبي ولا يهمك، كمل. من يوميها ما بقتش ايدي وعيني بس، بقيت رجلي كمان ونفسي ومنى عيني يجي اليوم اللي اشوفه واقف تاني على رجلي وارجع تاني اقعد على كتافه وامد ايدي لفوق. من اليوم ده أبويا بقى عامل زي خير الحكومة، لا اتحاد سائل فيه ولا عاد حد فاكره. عشان كده نفسي أعمل أي حاجة في الدنيا ألم بيها فلوس كتير أوي
اعمله العمليه ويرجع تاني يقف على رجله. يا بخته العبد اللي ربنا يرزقه ولد مثلك، اكيد بيحبه، بحبه كتير زي ما انت بتحبه يمكن اكتر. انا نفسي اثبت له الحب ده بالفعل، مش بشويه دموع في عينيا. ادعي يا حسام، ادعي، واذا ربنا اراد اكيد كل الفلوس اللي انت عايزها هتشيلك من حيث لا تحتسب. تعرفوا يا شباب، الحجة فاطمة هادي أهم شخصية في غزة كلها. الست الطيبة الغلبانة هادي قوية جبارة، ما حدش بيرد لها كلمة. أولادها كلهم استشهدوا بالمقاومة وهي واقفة زي الجبل ما انهزت. ونفسها في الطبيخ إيه؟ افتح الهويس وقول زي ما أنت عايز. آه والله، أنت عارف أنا أجيب يا أخويا، أنا في مرة من كتر حلاوة الأكل بتاعها عضيت على لساني. آه والله. انما اقول لي يا اخ نجيب، هي الحاجه فاطمه عايشه ازاي او عايشه منين؟ يعني قصدي بتصرف منين؟ الحاجه فاطمه بتصرف على نص غزه، مصاري عندها، سلاح عندها، القيادات كلها لازم تروح عندها زي امي بالظبط. دي نسخه تبقى الاصل من ام الغوالي. انت عارف انا نجيب اخويا، امي دي اصلها ام الغوالي دي هناك سيده المنطقه الاولى، مفيش كبير ولا صغير لما يسمع كلمتها. ربنا يطول لنا في عمرك يا ام الغوالي يا رب. ادخل. صباح الفل يا ناجي باشا. يا ابراهيم في ايه؟ ربنا ما يحرمنا منك يا رب. بقول لك ايه، انا ما بحبش البدايات دي، خش في الموضوع على طول. فلوس. ايه فلوس؟ اي مبلغ. بمناسبه ايه؟ كنت عاوز اشتري حاجه كده. هو هنا في حاجه تشتريها؟ اللي تجود بيه يا باشا، اي نفحه. خد، ما تطلبش حاجة تاني. ربنا يخليك لينا يا رب. صباح الخير يا اشتغل باشا. أهلا يا حسام، خير؟ مفيش أي حاجة يعني، مع سيادتك كده ماشي بيها نفسي. وأنتوا مالكوا النهاردة؟ بس إحنا يا باشا رايحين مع ياسر سوق الشجاعية، سيادتك عارف يعني جاي من غير هدوم، ويعني كلك نظر يا باشا. خد يلا هدوم العزة يا باشا. مش عايز طلبات تاني. تحت امرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أحلى ناجي باشا في الدنيا، أدام الله عزك ورفعك إلى أعلى المراتب. آمين. الله يخرب بيوكو. الجود من شيم الكرام. يا سلام يا سلام. يلا 400 ليكوا كلكم، تفضل مع السلامة. يلا سنة حلوة يا ياسر، سنة حلوة يا جميل. يا ناجي بيك يا شباب، اليوم صار عمر ياسر 21 سنة، يعني من الوقت هاد صار هو المسؤول عن حاله، يعني صار زلمة قد حاله. ليش؟ أنا ما كنتش مبارح زلمة يابا، أنا مولود من بطن أمي زلمة. ها مظبوط مظبوط. إيه الزلمة؟ الزلمة. إيه الزلمة؟ بتاعت الفيل. طيب. كل سنة وأنت طيب يا ياسر، ده اللابتوب اللي كان نفسك فيه. إيش هذا؟ أنت كنت مشتري إلي؟ ما أنت قلت لي إنك أنت رايده. لا، كنت مشتري ليك أنت. كل سنة وأنت طيب. كل سنة وأنت طيب يا ياسر. طيب يا سوء. سمي كتاب الله. خد يا معلم. كل سنة وانت طيب يا حبيبي. يا ولاد الكلب، ده انتوا سحبتوا مني الفلوس امبارح عشان تجيبوا بيها هدايا لياسر.
كل سنة وانت طيب يا ياسر. يا سلام يا سلام عليك يا ناجي بيك، هذا كله من خيرك. تسلم ويسلم ايديك، والله يطولنا بعمرك. يا راجل ما تقولش كده، عيب. والحجة فاطمة ملهاش حس يعني؟ معقول نسيتني؟ لا يا عمتي، معقولة هات تفوتني؟ خذ اشتري اللي بدك اياه. الله يرضى عليك. وهالمناسبة هذه حسمعكم نكتة. البتاع مش ده البتاع هناك؟ اه هناك. البتاع هناك ولا يلا يا هناك؟ نكته قديمة مغبرة. كيف يعني بلطجة سرقة هالحافي النتن بده يسرقنا بالشهر الكريم؟ والله ما اسكت له. قول له زياد، زياد ما راح يسكت لك يا فايز، وهالمرة ما راح تمر على خير. ايه يا ابو طارق مالك في ايه؟ فايز جوز اختي نقل سياجه مترين بعرضي وحاطط حواليه شوية مشلطين وقاعد بالارض. لا لا كلمني بالمصري عشان انا تهت منك. اقول لك يا ناجي بيك، فايز سرق 400 متر من ارضي كلها حمضيات برتقان وليمون وحاطط مشلطين على الارض، ولا وطردوا الفلاحين اللي بيزرعوها. اه هي كده بقى صياعه وبلطجه يعني. انا كليت من هالكلب. طب اهدى كده وصلي على النبي، مفيش حق بيروح. هي ارضك فين؟ السجاعيه. والسجاعية دي قريبة من هنا؟ ما بعرفش يا حجي، ما بعرفش لوين راحوا. ناجي بيك قال لي بده ينام وطلع لفوق علشان ينام، وقال لي اني اصحيه على السحور. طلعت اشوفه ما لقيتوش وما لقيتش الشباب. مش جايز حد زعله ولا زعل حد من الشباب؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله يا حجة، أنت إيش بتقولي؟ هالشي ما صار. أكيد هم. السلام عليكم. وعليكم السلام. فايز هو أبو طارق جاي عشان يعتذر لك ويبوس إيدك، وهو أقسم لي إنه مش هيعمل كده تاني. بوس إيد عمك أبو طارق. وبوس كمان إيد الحاجة فاطمة. مش تعمل كده تاني، ها؟ فاهم ولا لا؟ بلاش الحاجات دي عشان برضو يعني ابو طارق ده حبيبنا، ها؟ فاهم ولا لا؟ اقعد لنفسك كده وخليك ايوه كده، يلا عشان السحر سوا، بحبك قوي. اسمع يا ناجي بيك، بكره العصر ان شاء الله راح يجي ابني حامد ياخدكم بسيارته لأقرب نقطة من الحدود الإسرائيلية، يعني على بعد 15 كيلو متر تقريباً، بس المنطقة كلها مليانة أسلاك شائكة. طب وحنعدي إزاي من الأسلاك الشائكة؟ ما تقلقش يا ناجي بيك، الحجة فاطمة عاملة حسابها ومكلفة إخواننا من المقاومة عشان يساعدوك وتجتازوا الأسلاك. إخواننا راح يحفروا خندق صغير تسحفوا منه للجهة الثانية تحت الأسلاك عشان ما حدش يشوفه من الجنود الإسرائيليين الموجودين بأبراج المراقبة. وبعد هيك بده يجيكم شباب يستقبلوكم وياخدوكم لبيت مهجور على البحر بعيد عن العين. وبعد هيك بتصيروا أنتم المسؤولين عن حالكم وبتنتهي مهمتنا. والله يوفقك يا ناجي بيك. يعني خلاص حسبونا يا ناجي بيك؟ ربنا يكرمنا يا حاجة، ادعي لنا. ناجي بيك يا ناجي بيك، والله العظيم أخذت معاييكم،
تتصورش قديش حبيناك، ما تتصوروش قديش حبيناكوا يا شباب يا حلوين يا أبطال. احنا كمان حسينا ان انتوا اهلنا يا حاج. امانة امانة، بس ترجعوا تبقوا مروا علينا ها عشان نشوفكوا. اكيد احنا كمان عايزين نشوفكوا في مصر. هم بس يفتحوا المعبر حتلاقيني عندك. يا سلام، ده يبقى يوم المنى. في ضرب قريب. يعني ايش راح يكون غير الصهاينة؟ كل يوم والثاني يرعبون الناس. ياسر ياسر يا بطل. ياسر 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 ياسر. شوفوا وشكم بخير. شد حيل. الله يحفظكم ويسر دربكم. آمين. يا باشا هي هوني مش جايه معانا ولا ايه؟
هاني هتسبقنا على تل أبيب، هتجهز لنا كل حاجة هناك قبل ما نوصل. جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. أنت فاكر نفسك في الحسينة يا شيخ حسن تقول في سرك. Thank you.
كل واحد عارف دوره كويس؟ تمام يا باشا. خد ابراهيم. مقبول يا باشا. ايه دي؟ قنبله من ايد من اعدامها. هترميها جوه المبنى اللي في اخر الشارع. المبنى ده كان مبنى تابع للتحقيقات تبع المخابرات الاسرائيليه، وهو دلوقتي تحت الاصلاح، ما فيهوش حد خالص. مش معنى المبنى ده بس اللي هنفجره يا باشا؟ ليه ما نفجرش اكتر عشان ربنا يكفينا اكتر؟ احنا مش جايين نقتل يا شيخ حسن، احنا جايين ناخد فلوسنا ونمشي. مش عايز غلطه، ده كل حاجه مشيت حسب الخطه اللي انا راسمها. كلنا بكره الصبح هنبقى في مصر، وكل واحد هيبقى معاه ملايين من الدولارات. هاني يلا مع ابراهيم، عايز كل حاجه تبقى طبيعيه. هاني انا في سؤال كاتمه في قلبي من غزه لتل ابيب. ابراهيم ما تتكلمش عربي هنا هتودينا في داهيه. حد قال لك ان عينيكي حلوه جدا؟ حد قال لك ان انت انسان مش طبيعي؟ الله ليه بس كده؟ وقت الكلام الفارغ ده يا ابراهيم؟ يعني يا حبيبتي لو الواحد ما عبرش عن اللي جواه في اي لحظه ممكن يفرقع يطق. طب يلا. شالوم شالوم شالوم. ايه يا ابراهيم، انت متاكد انك انت فتحت القنبله قبل ما ترميها؟ الا متاكد يا باشا، القنبله جوه المبنى وجاهزه للانفجار. امال انت فيها يا شيخ حسن؟ مش عارف انا ايه، بس كل اللي اعرفه ان انا عامل كل حاجه صح. بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله فيك يا حسن. يلا يلا. في آل كولا الخدود، في آل كولا الخدود بتسوتش بمليون يد بلف ميلي لكولا الخدود لفوت للجنة بتسوتش. في سري حديد هنا، ايه اللي شاله؟ المسافة كبرت. مش هينفع. هنقطع يا باشا. نقطة ايه؟ مش هينفع. انا نازل تحت نهدى شوية كام يوم وبعدين نشوف هنعمل ايه. لا يا باشا مش هننزل. انا هنقطعها. تنط مين يا ابن المجنونة؟ ده أكتر من 8 متر. نفذ الأمر. يلا كلنا هننزل. لا يا باشا، أنا هنط. احنا ما جيناش كل ده عشان نرجع ايد ورا وايد قدام. خطة ستك هتتنفذ. وزي ما قلت لنا بالظبط. أنا قلت لأ، أنا مش جايبكوا هنا عشان تموتوا،
الأعمار بيد الله يا باشا، وحياة أبويا مهرجة مهما حصل. ما تخافش عليا يا باشا، ما تخافش، أنا المرة دي مش هفشل، أنا حاسس إن أنا هنجح إن شاء الله. لا أبوس إيدك يا باشا، ما تحرمنيش من الفرصة دي، والله العظيم تلاتة هجيبها، تلات أرباع النجاح الواحد بيحس بيه قبل ما يوصل له. قلت لك لا يا باشا. أنا لما خسرت في الأولمبياد كنت عارف إني هخسر حتى قبل ما أنط، إنما المرة دي هجيبها، والمصحف الشريف هتيجي. أنا زمان يا باشا كنت محبط وقرفان ومش طايق حياتي، ما كانش عندي رغبة إن أنا أعمل أي حاجة، إنما أنا دلوقتي حاسس إن أنا إنسان تاني. أنا كنت ضايع يا باشا، وأنت خليتني ألاقي نفسي. أبوس إيدك سيبني أنط. اسمع كلام ناجي بيه يا حسين. لا يا هاني، حتى لو لغيت العملية يا باشا، حتى لو كلكم نزلتوا تحت وسبتوني، أنا هستنى هنا لوحدي وهجري وأنط الناحية التانية. حسام أنت اتجننت؟ لا يا إبراهيم ما اتجننتش، بالعكس أنا عاقل جدا وعارف أنا بقول إيه كويس. ولعلمك أنا مش هنط النطة دي عشان خاطر الفلوس، أنا كل اللي كنت عايزه من الفلوس إني أعمل عملية أبويا، إنما أنا ما بحبش الفلوس. أنا ثقتي في نفسي رجعت لي يا باشا، ودي بالنسبة لي هي نطة الثقة. هاني. نعم يا باشا. انزلي تحت السنينة في الجراج. حاضر يا باشا. تهاني ابعت لحسام الواير.
يلا هوبا. ها يلا نط. الواير ده جامد يا باشا؟ لا طب على خيرة الله. ما التهامي نط قدامك. يلا هوبا يا حسن. يلا زهر. مش هقدر مش هقدر. ايه؟ مش هقدر يا باشا. انا عندي فوبيا من الاماكن العاليه، انا لو بصيت تحت ممكن اموت. ما تخافش انا هزقك وغمض عينيك. مش هينفع عشان خاطر يا باشا، انا ممكن اعطل كل الكاميرات اللي جوه البنك واشتغل كمان على الليزر، ممكن اخلص كل شغلي من هنا. طب وهنتقابل ازاي؟ هخلص شغلي وانزل استناكوا تحت معانا. انا ما بحبش القرارات المفاجئه دي. مش قرار والله العظيم يا باشا، عشان خاطري عشان خاطري. طب اسمع، الموبايل ده بيني وبينك بس، خليه مفتوح على طول. ها انا هنط النطه وانت هتفك الواير، والتهامي هيستلموا منك هناك. تخلص شغلك وتستنى انا في الجراج تحت. ها حضرتك ايه؟ افتح باب السطور. حاضر 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 يا باشا. Thank you.
ايوه الزاهر، احنا نازلين على الممر اللي فيه الخزنه. بطل الكاميرات. حاضر يا باشا. زاهر، احنا قدام الباب الحديد دي اللي بيودي على الممر بتاع الخزنه. حاضر يا باشا.